مقابله مليحه كانت فيها بزاف لا بريسيون على لي جوار، كانوا يلعبوا بزاف الضغط للور، مي الحمد لله 1-0 برا، وان شاء الله في بليده نورمالمون ان شاء الله لا فيكتوار ان شاء الله. كاينش مباراه قويه وان شاء الله نجيبوا لا فيكتوار في البليده ان شاء الله 2-0 وانتو تشري فيفا الجيري. كانت مباراة صعبة على المنتخب الجزائري وفزنا بهدف وكان هدف تيميم اسلام سليماني، وان شاء الله تأهل في مصطفى الشعكري ان شاء الله. مبروك علينا ربحة ان شاء الله، ان شاء الله الماتش الجاي لهنا الماتش تاع الريتور ان شاء الله فيها ربحة، ان شاء الله نديروا حاجة في المونديال. لا 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 بس لعبوا ديفونس، هذه هي اللعبة كي نكونوا خارج الديار مليحة ان شاء الله. صح كل شيء. مبروك مبروك علينا يا خو، كانت مباراة شوية صعيبة، ان شاء الله في الريتور 2-0 ان شاء الله يا رب. يوم صح دوك شفنا بلي عندنا ايكيب ناسيونال، عندنا نوطرينور، وكان نكملوا في هذه السيره نروحوا بعيد يا خويا. كيك شوز ديكسترا اوردينير، اليوم داروا مقابله في من اخر تيرس ما عندهم ما في حتى شك، رايحين فاشل مولاكم ديما. المباراه كان دايره وهذا المولا جوا ابطال الجزائر راهم فرحونا كامل، وحنا كاع نفرحنا بكلش الحمد لله رب العالمين، كي ربحنا ومحنا الحمد لله يا ربي. تعثر الحصان برك والحمد لله رب العالمين، رجع ب 1-0 في مباراة الذهاب، ما زالت مباراة الإياب إن شاء الله في ملعب مصطفى الشاكر. طبعا الحمد لله هذه المكانة الطبيعية لمنتخب الجزائر أنه يكون يتكاليف إن شاء الله لكأس العالم، لأنه هذه هي مكانة الأبطال، ومنتخب الجزائر يستحق أنه يشرفنا في كأس العالم. الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز الكبير للمنتخب الجزائري ضد المنتخب الكاميروني، سميناه فوز كبير لأنه نعلم جيدا ما مر به المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة، الذي أثبت أنها فقط استراحة محارب. نتمنى إن شاء الله في مباراة العودة أيضا تكون نتيجة إيجابية لندخل إلى مونديال قطر من بابه الواسع. الحمد لله كي ربحنا، والشكر الخاص للاعبين والطاقم الفني.